الدرس الثالث سورة الرحمن واحد الآيات من 1 إلى 28 تفسير وحفظ. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة. رجع أحمد وأخوته بعد صلاة الجمعة إلى بيت جدهم، فسأله أحمد عن تفسير آيات من سورة الرحمن سمعها في صلاة الجمعة. فقال الجد على الرحب والسعة يا أحمد. الجد ذكرت سورة الرحمن يا أحفادي عددا من نعم الله تعالى وبعض المظاهر الكونية الدالة على قدرته سبحانه وتعالى، وختمت السورة بالثناء عليه سبحانه على ما أنعم على عباده من أنواع النعم والإكرام. المعاني التي تضمنتها الآيات الكريمة. الجد: أتل يا صالح الآيات الكريمة. صالح قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. صدق الله العظيم. الجد: الرحمن يا أحبائي هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، أنعم علينا بنعم كثيرة، منها نعمة النطق التي تميز الإنسان من الحيوان كما علمه القرآن الكريم. فاطمة قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس والقمر حسبان، والنجم والشجر يسجدان. الجد: ومن نعم الله الأخرى الشمس والقمر اللذان يسيران بحساب دقيق حيث تحسب بهما الأوقات والآجال، أما النجم فهو النبات الذي لا سيقان له، وكذلك الشجر فإنهما في تسبيح دائم لله تعالى. محمد قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. صدق الله العظيم. الجد: أمر الله سبحانه وتعالى بإقامة العدل وحرم الظلم. أحمد قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. أفكر: ما الحكمة من عدم ذكر أنواع الفواكه؟ الجد: هذه الآيات يا أحمد تتحدث عن نعم أخرى، منها خلق الأرض،
خلق الأرض وجعلها صالحة للحياة، أنبت فيها الله الفواكه المختلفة والحبوب والنباتات ذات الرائحة العطرة كالريحان. يحيى قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. الجد تفسير هذه الآية لك يا محمد. أفكر، ماذا نتوقع تتوقع أن يكون تفسير هذه الآية الكريمة؟ خديجة قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منها اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. الجد يا أحبائي، إن الله تعالى هو المالك المتصرف في هذا الكون، فلا تظهر الشمس والقمر من مشرقهما إلا بأمره، ومن نعمه سبحانه وجود البحار المالحة والأنهار العذبة، وعندما تصب مياه النهر في البحر لا يختلطان، حيث جعل الله سبحانه بينهما حاجزا وخلق نعما كثيرة في البحار، منها اللؤلؤ والمرجان. فهذه النعم يجب أن نقابلها بشكر الله تعالى. عمر قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. الجد بعد ذكره سبحانه لعديد من النعم بيّن أن كل ما على الأرض سيهلك وسيفنى، ولا يبقى شيء سوى الله تعالى صاحب العظمة والكبرياء والنعم والإكرام. الأولاد بشكل جماعي، جزاك الله خيرا يا جدي على ما زودتنا به من معلومات. صندوق المعرفة: الحكمة من التكرار في قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان للتأكيد والتنبيه. نشاط بالتعاون مع مجموعتي، أستنتج 3 من الأمور التي ترشد إليها الآيات الكريمة وأدونها في دفتري. التقويم: السؤال الأول، أضع دائرة حول الإجابة الصحيحة فيما يأتي. 1، تلقب سورة الرحمن عروس البحر. 2، المقصود بالنجم في قوله تعالى النجم والشجر يسجدان، النبات الذي لا ساق له. 3، الحكمة من التكرار في قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان هي للتأكيد والتنبيه. السؤال الثاني، أنقل رمز المعنى والآية الكريمة الدالة على ذلك فيما يأتي. ألف، خلق الله تعالى الإنسان من طين يابس. قال تعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار. ب، الشمس والقمر يسيران بنظام دقيق. قال تعالى الشمس والقمر بحسبان. جيم، جعل الله الأرض صالحة للحياة. قال تعالى والأرض وضعها للأنام. السؤال الثالث، أعد 3 من مظاهر قدرة الله تعالى ذكرت في الآيات الكريمة. 1، الشمس والقمر يسيران بحساب دقيق حيث نحسب بهما الأوقات والآجال. 2، خلق الله تعالى الإنسان في أفضل صورة. 3، رفع الله تعالى السماء بغير عمد. السؤال الرابع، أفسر الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بيّن الله تعالى في الآية الكريمة أن كل من في السماوات والأرض سيهلك وسيفنى، ولا يبقى شيء سوى الله تعالى صاحب العظمة والكبرياء والنعم والإكرام. السؤال الخامس، أضع الرقم المناسب أمامك كل كلمة في العمود الأيسر ليكون المعنى صحيحا. 1، النطق البيان. 2، طين يابس صلصال. 3، العظمة والكبرياء الجلال. 4، كل ما دب على وجه الأرض الأنام. 5، عاجز
برزخ. 6 الجبال. السؤال السادس، أتلو الآيات الكريمة غيباً.